مسلسل هناك. يعني انت رحت المغرب فعلا؟ انا رحت قعدت المغرب قد فعلا، ايه؟ قعدت شهر بس. شهر؟ شهر. لقطت ده؟ انا اول اسبوع كنت بعيط، مش فاهمه حاجه من اللغه، بيكلموني مش فاهمه حاجه، اه هم فاهميني هم كويس فاهمين طبعا الحكي المصري. المصري يعني بالنسبه لهم بيسمعوه كده مزيكا. يتبسطوا، لكن انا مش فاهمه حاجه. حسيت بغربه، قلت بس انا هتعلم اللغه دي وانا موجوده في المغرب وهتكلمها علشان افهمهم، عشان لما اركب تاكسي اعرف اوصف له العنوان، اتعلمتيها ازاي بقى؟ اعرف. اتعلمتها من الممثلين اللي مشاركين معايا، كلهم كانوا مغاربه، وبدات واحده وقعدوا واحده يقولوا لك دي اتعلم. معناها كذا ودي معناها اه كذا. طبعا طبعا، يعني عندهم مثلا المغاربه ليهم طريقه في الكلام وبطريقه في البادي لانجوج حتى بتاعتهم. يعني مثلا عندهم القاف، وش كتقولي، ما قلت والو، خاص قدير شي، خاص ندهدرو معي، يعني بيتكلموا كلام غالبا كلام بعيد شويه عن اللغه العربيه، وبيدخلوا فرنساوي في الكلام، صافي ما كدير والو، يعني كله كلام تقيل شويه عن اللهجه المصريه او مختلف تماما. بس كمان حبيتيها يا ياسمين؟ بصراحه اه انا اتكلمي بجد؟ بحب كل ما هو مختلف. طب اسمعي.